تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط دعم معرض أهلا رمضان بالسلع الغذائية في مدينة دمياط الجديدة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية في المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين. أكد مدير عام الشؤون الاقتصادية في الغرفة التجارية بدمياط وليد الشناوي أن المعرض يضم 30 قسما بتخفيضات بين 20 و30%، ويأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة التجارية للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة دمياط. يعتبر المعرض هنا في دمياط الجديدة يأتي من ضمن المعارض اللي بتتم في دمياط كلها. احنا طبعا في معرض تم في دمياط وحاليا في دمياط الجديدة، وتم افتتاح معرض في كفر سعد، وان شاء الله في تجهيز بإذن الله في معرض في فرسكور. طبعا المعرض بيشتمل على حوالي 30 عرض موجودين بالنسبة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة. الأسعار المخفضة دي تتراوح ما بين 20 ل 25%. طبعا بيشتمل المعرض على مواد غذائيه اساسيه، منها الرز. الرز هنا طبعا بيتباع ضمن التوجيهات برضه وزاره التموين او مديريه التموين ب 15 جنيه للحبايه الصغيره، وساعات ب 14 جنيه و 18 جنيه للحبايه الكبيره. المعرض برضه بيضم اللحوم والدواجن والالبان، منتجات الالبان، طبعا كل ده باسعار مخفضه. المعرض متوفر فيه كل السلع النهارده الحمد لله. اشتريت العدس ب 38 جنيه، واشتريت الرز ب 15 جنيه، والرز الحمد لله متوفر وموجود. والله احنا شفنا المبادره ما شاء الله حاجه جميله، وسمعنا عنها ان فيها تخفيضات وعروض كويسه، فبناء عليه جينا هنا المعرض. ما شاء الله الاسعار هنا كويسه. كل اللي انا شايفه في الخيمه ان كل حاجه متواجده واسعار مناسبه وتوافد الناس دلوقتي كتير. انا شايف ان الاسعار كويسه، وخاصه الكرتونه اللي هي ب 50 جنيه النهارده المدعمه، فيها تونة وفيها زيت وفيها سكر، وهنا كل حاجة متاحة في المعرض ده بصراحة يعني، والأسعار كويسة وجميلة.